صباح الخير من جديد. بسعدنا وبشرفنا أكيد أنه نستضيف قامة من القامات الفنية الموجودة حاليا على أرض الوطن، دكتور إبراهيم أبو الرب، وهو فنان تشكيلي ومدرس ومحاضر في عدة جامعات أردنية وأيضا خارج الأردن، وهو حاليا يعمل كدكتور ومحاضر في جامعة الزيتونة للفنون الجميلة. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. أولا بشكركم على الدعوة، ثانيا بهني شعبنا الأردني وجلالة الملك بالعيد، وكل عام والوطن بخير والجميع بخير. أهلا وسهلا. طبعا كمرور سريع على سيرة الدكتور إبراهيم، دكتور إبراهيم طبعا أحد القامات فعلا المعروفة في البلد. دكتور هو من مواليد القدس عام 1949، وحاصل القدس يالو. نعم، وحاصل على دكتوراه في الفنون الجميلة من جامعة حلوان في القاهرة عام 1987، وجائزة الدولة التقديرية للفنون في الأردن عام 95، وأيضا عنده العشرات من المعارض الفردية والمشتركة والجماعية والعربية والدولية منذ عام 1970 لحد 2014. آخر معرض كان في الزيتون دكتور. نعم نعم. 2014. وما يزيد عن 30 عام في تدريس الفنون في الجامعات الأردنية. 35. هاي شكلكم طبعينها قبل 5 سنين. في تدريس الفنون في الجامعات الأردنية والعربية، وحاليا يعمل كمدرس للفنون الجميلة في جامعة الزيتونة، وأيضا عشرات المهرجانات واللجان وخطط المناهج الجامعية والجداريات وورش العمل وكتب عن أعماله في عشرات الصحف والمجلات والكتب الفضائية. أعماله ملتزمة بالقضية الفلسطينية وهموم الأمة وآلامها وآمالها. نبدأ من النهاية دكتور، الالتزام بالقضية الفلسطينية. الفلسطينية والقضية العربية الآن أصبحت. نعم. يعني هي القضية الفلسطينية هي الهم العربي، وأصبح الهم العربي هم عربي. طبعاً. تضيف إليها يعني. طبعاً. يعني هو القضية الفلسطينية بلا شك هي القضية العربية الوحيدة أو القضية العربية. نعم لا بس الآن فتحت آفاق آلام عربية. يعني. نعم. هذه قضية صارت برضو يعني مش سهلة يعني. طبعاً طبعاً. التزام أعمالك دكتور في القضية الفلسطينية يعني حدثنا عنه، أكيد بنبع من هو الالتزام أصلاً. يعني أنا كوني يعني من أبناء القدس، قرى القدس، وعايشت حرب 67 وعايشت يعني ولد معي يعني كنت أطلع في قريتنا قريتي اللي كنت أطلع على الجبل 67 ما قبل أتفرج على فلسطين وصير أبكي وأعيط وأرسم وشي، فيعني مولود معي وطموحي الفني من بجوز الصف الرابع ابتدائي، فمنذ ذلك الوقت وأنا أطمح للفن وللالتزام، ومشيت معي الأمور الشهيد الجريح السجين، عايشت أحداث القضية الفلسطينية منذ عام 67، والآن بنعيش أحداث الأمة العربية وهموم الأمة العربية وما يجري من هدم للذات العربية وهدم لتراثها وتاريخها ومدنها وهدم لنفسية الإنسان العربي ومستقبله. نعم. للأسف يعني. نعم. هذا أنا عملته يعني مسميه ربيع الدم العربي، عملته عدة جداريات. نعم. دكتور حضرتك كمدرس لأكثر من 30 سنة يعني بالنسبة للطلاب اللي بدرسوا الفنون الجميلة، تقبل الطلاب طريقة تفكيرهم، النهج اللي عم بنتهجوه، هل فعلا عم بتشربوا القضايا الإنسانية والعربية اللي نحن بنحس فيها أو عم تختلف الأمور؟ لا والله احنا يعني بدك تكون قبل من هان قبل 10 سنين كانت الحركة الفنية في الأردن والوطن العربي حركة فنية فاين آرت، الآن انقلبت المفاهيم مع ظهور الجامعات الخاصة وظهور مواضيع التصميم الداخلي ومواضيع الجرافيك ديزاين والشغلات هاي، فصار اتجاه تجاري صناعي. يعني احنا الآن في جيلين ثلاث في الفن الأردني المعاصر كان واضح توجههم وأساليبهم والتزاماتهم، إنما الآن اختلفت المفاهيم، صرت تنادر في الجيل الشباب تلاقي فنان ذو توجه فني أو فنان ذو توجه ملتزم أو توجه للبيئة أو حتى أبستراكت، اللي الماضي مليان غني حركة الفنية الأردنية غنية، الآن جيل الشباب ما فيش. هاي شغلة. شغلة ثانية، ظهرت الآن قضايا مثلا عندنا 10-15 جامعة أردنية
وغير في المنطقه العربيه بدرسوا جرافيك ديزاين وانتيريال ديزاين، وهي الشغلات صارت توجه صناعي يعني مرتبط بالمال والاقتصاد والتسويق والتغليف والاعلان، فهي يعني فنون اخرى. قضيه ثانيه، احنا مثلا في السبعينات لما كنا نطلع على مصر ندرس نطلع خمسه مثلا بعثه يعملون قبول، امتحان قبول ينجح اثنين او ثلاثه ويرجع اثنين. الان عندك يعني مئات الخريجين يعني، فاختلف المستوى واختلفت المعايير واختلفت التوجهات والاساليب، ولكن يعني الحركة الفنية الأردنية غنية يعني. نعم. طب دكتور، لما حضرتك بتدرس على إيش بتحرص إنه يوصل من دكتور إبراهيم لطالبك، يعني طالب الفنون الجميلة أو طالب الموجود في محاضرتك، شو الإشي اللي بتحرص فعلا أو بتكون يعني بتنبسط لما تحس إنه هذا الإشي وصل من دكتور إبراهيم لطالبك؟ أعطيها ملخص ملخص صغير، نقل رسالة. تمام. نقل رسالة بكل جوانبها الفنية والاجتماعية والحداثة والتراث، يعني هاي كلها نقل رسالة. كيف يأخذ التراث ويدخله مع الحداثة، كيف يأخذ الالتزام ويدخله مع الإعلام العالمي والإعلام العربي. نعم، جميل جدا. دكتور، اكيد نحن في عندنا مجموعه من لوحاتك يعني عم نشوفها حاليا على الهواء مباشره، تحكي لنا شوي عن هاي اللوحات، احب اللوحات الى قلبك، احب طرق الرسم الى قلبك؟ هو انا في الحقيقه يعني بقدرش اجيب الا مجموعه اعمال صغيره. اكيد من المجموعه الكبيره ما شاء الله. معروف عني بالجداريات يعني، بعرف يعني مشروع التخرج وانا طالب سنه 1976 كان مطلوب مني انا كطلاب تخرج 3 متر في متر، أنا عملت 3 متر في 9 متر. يا سلام. الولادة، الحياة، الموت. يا سلام. ومعروف عني أعمال جذرية، يعني عندي جذرية فحم نسميها يالو جيرني كابلستاين 50 متر في مترين. يا سلام. جذريات عن مذبحة الخليل، جذريات عن عمل جذرية لريحة بحدود 20 متر في مترين ونص، عملتها في 3 أيام. يا سلام. معروف عني السرعة في الإنتاج في الإجريليك والفحم. ما شاء الله. فأعمال يعني لو خشينا على النت والمواقع بتلاقي الأشياء هاي. طبعا وكتير قالوا في أعمالك، إذا بتسمح لي أنا أستأذنك، بعض الأقوال أعماله امتداد حضاري وإنساني وصرخات تنادي بالعدالة لإثبات الحقوق الإنسانية من أعماق شعب حي. هذا من تقديم المرحوم الفنان المصري دكتور حامد ندى. هذا أستاذي. نعم، الفنون بكلية الفنون الجميلة في القاهرة. أستاذ حضرتك إنسان فنان عملاق يعني مشهور الآن عالمي. إنسان يذوب في فنه ويعبر عن واقع أمته وملتزم بقضاياه. الكاتبة اللبنانية دكتورة حياة عطية. حياة عطية هي كاتبة. نعم. وإعلامية مشهورة يعني. جميل. ولا يمتلك المشاهد إلا أن يجد نفسه داخل أعمال إبراهيم الملحمية، لأنها وجهة الآخر أو وجهه الآخر ولون دمه وخطوط حياته. من هذا جميل جدا. الشعر إبراهيم نصر الله. طيب، هاي بدي ركز عليها النقطة. تفضل. أنا يعني ما بنكر الموضوع للمشاهد، أنا بنكر له إحساس، بصير هو جزء من عمل الفن، بنكر له إحساس، وهي شغلة مش سهلة يعني، بدها سيطرة. طبعاً. طبعاً. دكتور، حسيت يعني خلال السنوات انتقل عمل حضرتك من الإحساس إلى العمل، يعني بتحس إنه نقل الرسالة أصبح عمل ومسؤولية وواجب عليك إنه تنقله بهذا الشكل؟ مهمة، هي شغلة مهمة. بعدين أنا بشتغل ب 4 ألوان فقط. الألوان المتنافرة، الأحمر والأزرق والأسود والأبيض. حلو. فهذول بعطوك ضديات، بعطوك تعبيرية يعني عالية الوتيرة، بحيث أن المشاهد بصير جزء من العمل الفني، تفاعل معه. جميل جميل. طيب، نكمل في مقاله عن دكتور إبراهيم. يسحره الوقوف أمام المساحات حيث يمارس فعلا طقسيا من خلال أشكال تهبط بشكل مفاجئ وبانفعال وتجلي بأثر الحدث. هذا الناقد العراقي فاروق سيف في عام 1990 كان زميلنا في الدوحة، والآن هو في السويد. هي هنا نقطة يعني بجوز اللي بيعرفوني عن كرب بيعرفوها، ثلاثة إذا التقوا الله يستر. نعم. اللي هي المساحة الكبيرة والحدث وصوت فيروز. انا صار لي فوق 35 سنه 40 سنه برسم صوت فيروز. جميل. فاذا الامور يعني دخلت بغيب عن الوعي، بصير الرسم من لا شعور، وبنجز الجداريه 10 متر بساعتين. حلو حلو. شايف؟ حلو. يعني درجه مره اجوا تلفزيون دبي في 98 قبل ما اروح على الدوحه،
يجوا قابلون في البيت، فجنبي من التروكة مرتين وملزقين جنبي، بقول لهم ابعدوا ابعدوا. لما بلشت ارسم والالوان تطير فوق وتحت وتضرب، رموا الاجهزه وهربوا. عرفوا ليش. طب دكتور، احنا يعني كثير متحمسين انه هيك نشوف حضرتك. مش مشكله، هاي يعني سكتشات خفيفه اكيد هديه للشباب. وبما انه دكتور بحب يرسم على صوت فيروز، فياريت هيك الشباب كمان بتسمعونا. الله يخلي لنا اياك. شكرا مخرجنا عبد الله. أنا المفروض دكتور إيش أعمل هلأ؟ أهرب ولا؟ لا شكله صغير. أنا دائما القمر عندي على الشمال، وهاي عندي رمز اللوجو بتاعي اللي هو الرجل والمرأة عناصر الحياة. عرفت سيدنا؟ حلو. دكتور حضرتك شمالي او يساري؟ يساري متطرف. يعني ما بعرف، حتى لما بكون امشي لوحاتي بتبدي من الشمال بتنتهي اليمين ونهايتها بكون القمر. جميل. تقريبا هاي خلاص هيك اوكي. نعمل لكم واحده ثانيه عشان نوقعها في الاخر. جميل. اللي هو السكتش بيعبر عن ايش هذا دكتور؟ الحياة، الرجل والمرأة. الرجل والمرأة الأمل. الأمل الحياة يعني. عشان نوقعها خليها أوكي بس نفرجيها للمشاهدين. هاي فيروز دكتور. هلا الاستوديو عليه السلام. اهرب هلا. هلا اهرب. يا سلام دكتور، ايش شايب؟ كل سكتشات. وان سكتش وان مينت وان هندرد دولار. عن ايش بيعبر هذا السكتش دكتور؟ انسان، عنصر انساني. انا لما برسم سكتش او فحم او رصاص هيومن بودي، برسم بالفرشة بصير ابستراكت. حلو جميل. ونغير هدية لكم. شكرا شكرا دكتور. كنت عندي دقيقة واحدة أنا بس. جميل. إذا تشرح لنا شوي أكثر دكتور لو سمحت عن حركة، عن المعنى. حركة علاقة بين الأسود والأبيض، حركة أنا إنسانية وبس. جميل. مرة أحيانا أنا ما بقدر أشرح لك. صح. أنقل لك. لازم أتذوق أنا. أنقل لك إحساس، لا مش تتذوق، أنقل لك. بعدين المتلقي بيكون عنده شوية خبرة جمالية. طبعا. أوكي. خذ. جزء مش داخل مخك. لا لا ابدا لا طبعا ولو دكتور. نحن دكتور نتشرف بوجود يعني قامة فنية مثل حضرتك عندنا في دنيا. يا دنيا سيدي شاكرين لكم. لما يكون في مرة لقاء ثاني
الإدارية مرة في الساحة إن شاء الله. إن شاء الله نأخذ الحيط كله، لأنه أنا مشهور عني أني بجوز أسرع فنان في العالم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. شكرا 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 جزيلا دكتور. كمان نعرض السكتش الرابع. نزل جميل. دكتور إبراهيم، نحن تشرفنا بحضرتك وشاكرين جدا يعني لسكتشاتك الجميلة وأعمالك الجميلة. في النهاية إيش بتحب تحكي لنا؟ شو بدي أحكي يعني؟ الهم العربي هو اللي أنا الهاجس تبعنا طبعا. الهم العربي والإنسان العربي والحضارة العربية يعني عم تتدمر. أثار ليبيا تدمرت، أثار اليمن تدمرت، أثار حلب تدمرت، أثار بغداد تدمرت، تاريخنا تدمر. يعني كنت قبل شهرين مؤتمر في الأقصر، فخطبت الإخوان المصريين وصعقتهم أنه حافظوا على تراثكم ومستقبلكم إن شاء الله. وربنا يستر هالبلد ويحميها ومحميها برعاية سيدنا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. دكتور إبراهيم أبو الرب، شكرا جزيلا لحضورك معنا، شرفتنا. شكرا على المتابعة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد بدنيا يا دنيا.